الحقيقة إن الواحد بيقف مذهول وبيفقد القدرة عن التعبير كل ما ينكشف له شيء من جمال ربنا. من أجمل الصفات اللي تعلقك بربك وتجعلك منحني حياء أمام جمال الله هي صفة الله الشكور. والشكور في اللغة هي صيغة مبالغة بيطلقها زراع العرب على الشجرة اللي تاخد شوية مية قليلة فتعطي ثمار وفيرة، وكأن الشجرة تشكرك على عطائك القليل بعطائها الوفير فيسموها شجرة شكور. هذا حال المخلوق، فكيف إذا كان الشكور هو الخالق؟ تعرف تشتري فيلا في كومباوند بكلمة؟ أنت تقدر مع الشكور تاخد فيلا قصر في الجنة بكلمة، لأنه الشكور على عطائك القليل بعطائه الوفير. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. النخلة دي قال عنها الإمام النووي: من كان له ملك في الجنة فسيدخل إلى ملكه. دي نخلة في القصر بتاعك بسبحان الله العظيم وبحمده، وانت هتشوفها بكرة في الجنة انت مش متصورها، لأن الجنة ما خطرت على قلب بشر. عشان كده أهل الجنة لما يخشوا الأملاكهم هيتجلى ليهم معنى الشكور فيشكروا الشكور. قال تعالى عن دخول أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. خدت بالك كلمة من فضله دي؟ جزاء الجنة أكبر بكتير من أعمالنا، فالجنة أكبر وأبقى، سموها دار المقامة، من أعمال صغيرة فانية، لكن لما ربك يقبل يقابلنا بالغفور الشكور سبحانه وتعالى، اللي لما بينظر ليك نظرة واحدة يتجاوز عن الأخطاء ويضاعف الحسنات. قال سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. فلا تستغرب من دهشة المؤمنين من ثقل موازين حسناتهم بسبب وجبات إطعام وجنيهات الصدقة وركيعات بالليل. ده إذا كانت التمرة يوم القيامة هتلاقيها في الميزان قد جبل أحد، والتسبيحة بتغرس نخلة في الجنة. فعلا لقد ربحت تجارتكم يا من تعاملون الشكور. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، مش هتضيع، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. ومن معاني اسم الله الشكور هو اللي بيثني على إحسانك بذكره، يعني يقعد يفكرك بأعمالك الحلوة عشان يديك ثقة في نفسك. قال تعالى وهو بيدخل الناس الجنة رغم أنهم داخلين برحمته: قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، تعبتوا كتير في الدنيا عشاني رغم أنها برحمته. ويتوقف عقلك انبهارا عند الشكور في تفسير آية: لئن شكرتم لأزيدنكم. الإمام الغزالي يقول: الشكور هو الذي يشكرك على شكرك له على عطائه. يعني تفضل النعمة، شكرا يا رب، يقول لك شكرا انك انت شكرتني، فيشكرك بالزيادة من هذه النعمة وابقائها بين ايديك. يعني هو عزمك على الوليمة فانت جيت واكلت، وانت ماشي يقول لك شكرا انك لبيت الدعوة اصلا، يشكرك على شكرك على نعمته سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن اسم الله الشكور، قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وازيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. فالحسنات يديك عليها كتير، والسيئات بالواحدة بس، واحدة قصاد واحدة. أنت كمان خليك شكور مع الشكور، خليك من العباد القليل اللي قال فيهم ربنا: وقليل من عبادي الشكور. خليك زي سيدنا نوح اللي ربنا وصفه إنه كان عبدا شكورا، فيقول الإمام القرطبي في تفسيرها: كان نوح إذا أكل يقول الحمد لله الذي أطعمني، ولو شاء
لأجاعني، وإذا شرب قال الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لأظمأني، وإذا اكتسى لبس قال الحمد لله الذي كساني ولو شاء لأعراني، وإذا احتذى لبس جزمة يعني قال الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني، وإذا قضى حاجته قال الحمد لله الذي أخرج عني الأذى. هو شايف نعمة ربنا مش واخدها كده كأنها مضمونة. وخليك شاكور مع الخلق، احسب كم مرة قلت للناس المقربين منك شكرا من قلبك، حتى على أعمال صغيرة أو كبيرة عملوها علشانك. سمعهم كلمتين عن إحساسك بفضلهم عليك، كده أنت تبقى شكور مع الله وشكور مع الخلق. فيا رب من علينا بصالح العمل ثم اشكرنا عليه بعظيم الأجر، فإنك أنت الكريم وأنت الأمل.